ولا أدري إن كان بالإمكان تأكيد إن كان بالإمكان تأكيد تلك المعلومات الصحفية أو المصادر الإعلامية التي قالت بأن الصفقة كانت برعاية فرنسية قيمتها 4 مليار زائد 600 مليون التي هي مشاريع مؤجلة في نيجيريا أو في النيجر. هل يمكن أن نؤكد أو ننفي؟ أولا دعيني أقول لك أن مكتب النائب العام يتابع عشرات من فلول النظام السابق والذين لا زالوا يحاولون إثارة الفتن ويحاولون التأثير في المشهد السياسي والأمني داخل ليبيا، وبالتالي المكتب النائب العام يتعامل وفق أصول قانونية ووفق إجراءات جنائية ووفق منظومة من العمل الداخلي والعمل الدولي من خلال البوليس الدولي ومن خلال انتربول ومن خلال محكمة الجنايات الدولية ومن خلال مخاطبة النواب العامين والمدعين العامين في الدول التي يوجد فيها رموز وفلول للنظام، ولا زالوا يقومون بأعمال قد تسبب لنا داخل ليبيا في الكثير من الإشكالات، كما حدث من السعدي القذافي في الجنوب وعبد الله منصور، ولا زلنا نطالب ببعض العسكريين الذين لا يزالون موجودين في النيجر وكانوا سبب في إثارة الكثير من القلاقل في منطقة الجنوب. أما عن قضية أن هناك صفقة ما بين ليبيا والنيجر وبواسطة فرنسية وأربعة مليارات وما إليه، فهذا الأمر لم يظهر الآن فقط بل ظهر أوقات أخرى في قضية عبد الله منصور، في قضية المجرم الأكبر الذي سلمته لنا موريتانيا وهو عبد الله السنوسي. فهذه القضية أنا أعتقد أن الجزء منها هو التأثير في عدم إتمام فرحة الليبيين بالوصول لمن أجرم في حق هذا الشعب، من أفسد حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من بذر أموال هذا الشعب، ومن كان يبني الجحافل المقاتلة ليتم تصفية الشعب الليبي قتلا وتدميرا هذا مفهوم كله سيد خالد، وكذلك لكن الناس تتساءل وحقهم أن يتساءلوا، يعني هذا كله مفهوم ما تفضلت به حضرتك، لكن حق المتابع أن يتساءل ما الذي يدعو النيجر أن تسلم السعد القذافي؟ هل وعبد الله منصور قبله، يعني هل اقتنعت السلطات في النيجر بأن هؤلاء مخربون ويقومون بمحاولة تخريب البلد والعودة إلى ما كان عليه النظام السابق؟ أنا يمكن أن أقول لك مسألتين في هذا الأمر. المسألة الأولى أن مطالبتنا بالسعدي معمر القذافي وبعبد الله منصور وببعض الضباط الآخرين هذا لم يتوقف يوما منذ انتصار الثورة، والنيجر كانت أحيانا تبدي بعض التعاطف وبعض التفاهم لمشكلة الأمن في المناطق الجنوبية، وكذلك لم تكن على قناعة كاملة بأن السعدي وأعوانه الموجودين في النيجر هم على علاقة بخلايا نائمة داخل ليبيا أو أنهم يؤثرون في الانفلات الأمني الحادث لدينا في ليبيا. ولكن أحداث الجنوب وتذكرين وإذاعتكم قد غطت جزء مما حدث في الجنوب، خاصة سرقة الدشم العسكرية والأسلحة من قاعدة تمن هند ومن ثم تفجيرها، وبعد ذلك استغلال أول صدام حدث ما بين قبائل في الجنوب ودخلت الكثير من القوات التي كانت ترابط في خطوط تماس معينة ما بين تشاد والنيجر والحدود الليبية، وقامت بالاستيلاء على قاعدة تمن هند، وقامت كذلك بمحاولة الاستيلاء على مدينة سبها كي يكون لسعدي ولأعوانه موقع قدم في ليبيا قد يفاوض للدخول في المشهد السياسي في ليبيا. ولكن ما أنهى هذا الصراع
هو تجمع الثوار من كل مناطق ليبيا، من مصراتة، من بنغازي، من الزاوية، من كل مناطق ليبيا، ودحروا هذا الهجوم الذي كان مسؤول عليه غرفة العمليات أو غرفة عمليات السعدي وعبد الله منصور. اقتنعت النيجر بأن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا ليس على ليبيا وحدها بل كذلك على شمال النيجر، لأن شمال النيجر مرتبط بجنوب ليبيا. وحتى لو فكرت في المسائل الاقتصادية وفي تطوير هذه المناطق لابد أن تحتاج إلى الدعم ليبيا، لابد أن تحتاج لأموال ليبيا، لابد أن تحتاج لشراكة حقيقية مع ليبيا، وشراكة في تنمية شمال تشاد وجنوب ليبيا لن تتم إلا من خلال التعاون الأمني والتعاون على عدم إيجاد خروقات أمنية في جنوب ليبيا. الآن المرحلة القادمة هي مرحلة حضرتك ذكرت أن المطالبات بعشرات من الفلول ما زالت قائمة من على أصول قانونية وعلى أسس قانونية من قبل السلطات الليبية للدول الموجودين فيها واللي متأكد السلطات الليبية أنهم موجودين فيها. الخطوة الثانية هي المحاكمات، الالتزام بمحاكمات عادلة لهؤلاء. إذا ما نظرنا إلى قضية سيف الإسلام يمكن الناس تعتقد بأن الساعدي سيجد نفس المصير، يعني ما رح تكون قضية المحاكمة قضية سهلة، من الذي يضمن عدالتها عند أي محاكم أمام أي محاكم سيقف الساعدي القذافي وبناء على أي قانون أو تحت أي قانون سيحاكم الساعدي القذافي وغيره؟ الآن أولا سيدتي دعني أذكرك بشيء، وهو حكم محكمة الجنايات في قضية عبد الله السنوسي وقناعتها بأن في إمكان ليبيا عقد محاكمة شفافة ومحاكمة نزيهة في ليبيا. كيف تم ذلك؟ تم ذلك بتنسيق كامل وبإشراف من محكمة الجنايات الدولية على التحقيقات التي تمت مع عبد الله السنوسي بعد استلامه من موريتانيا، وتم عرض الكثير من وقائع هذه التحقيقات وطبيعة التعامل مع هذا المتهم وتوفير كافة الضمانات القانونية له أثناء تحقيقات النيابة مع عبد الله السنوسي في محبسه. وتم اطلاع محكمة الجنايات الدولية من خلال منسق محكمة الجنايات الدولية الدكتور أحمد الجهاني المنسق الليبي، حيث عرض كل وقائع التحقيقات وطبيعتها بمتابعة دقيقة وبشفافية كاملة ومن خلال عدد من المنظمات الحقوقية الدولية. اقتنعت محكمة الجنايات الدولية بأن ما أتيح لعبد الله السنوسي من تحقيقات شفافة ومن إعطاء حقوق كاملة له سواء أثناء الاستجواب أو رغبته في تعيين محامين سواء كانوا ليبيين أو غير ليبيين، وفرت له كافة الضمانات التي يمكن أن توفر في أرقى دول العالم. هذا ما شهدت به محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي على هذه الخطى تم التحقيق مع البغدادي المحمودي، تم التحقيق مع بوزيد دوردة، وتم التحقيق مع عبدالله. وأفهم من ما تقوله بأنه نفس الطريقة سيتم التعامل فيها مع الباقين. للأسف سامحني انتهى وقت البرنامج سيد خالد، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا سيد خالد الترجمان مدير مكتب المتابعة في مكتب النائم العام الليبي. نهاية بانوراما، تحية لكم وإلى اللقاء.